الخير لكل اللي عم بيشوفونا على الفضائية السورية وعم بيشوفونا على القناة الأولى كمان وعم يسمعونا على هوا صوت الشباب. كتير كتير سعيد أني موجود معكم بهذا اليوم اللي هو أول يوم بعد نهاية أيام عيد الأضحى المبارك. تمدد البرنامج 3 أيام وضيوف مهمين كتير معنا بهاليوم وباليومين باليومين القادمين كمان. بدي أقول لكل الموجودين كمان فريدة مشتاقنا لكم كتير نحنا وكمان إن شاء الله بتضلوا معنا باقي الأيام كلياتها. لكل اللي موجودين صديقي المذيع لما قدم الشاعر الكبير محمود درويش طلع على خشبة المسرح ووقف على المنبر وقال جملة واحدة كانت أهم جملة بتقديم محمود درويش، قال إنه محمود درويش بس. اليوم ضيوفي بس نقول اسمهم فبيكونوا هن اللقب. ضيوفي اليوم الكبيران أمل عرفي وجهاد سعد. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. يعني عن جد في اسماء انا بحس اي صفه قبلها يمكن بتقلل او بتحرف او كذا او خلص بنقول جهاد سعد، نعرف كل التفاصيل ممكن يعني اي شيء ممكن نحطه يمكن يقلل. كمان امل عرفي موافقيني ولا هذا اضافه كبيره ولا ما بعرف شو؟ شكرا، خجلتكم ما هيك كثير. كل عام وانتم بألف خير يعني. كل سنه وانتم سالمين يا رب. الجمهور المشاهدين بكل انحاء العالم، امتى كنتوا اخر مره مع بعض عم تصوروا؟ امتى؟ بغزلان في غابة الذئاب. بغزلان في غابة الذئاب، بس ما اجتمعنا يمكن. يعني ما اجتمعنا بمشاهد مع بعض. بمشاهد مع بعض؟ بس اجتمعنا باللوكيشن. ما اجتمعنا ولا مرة مع بعض بمشاهد أنا والمدام. بغزلان في غابة الذئاب ما اجتمعتوا ولا مرة؟ لا ولا مرة، ما كانش ولا بأي شيء. احنا جمعناكم. هي أول مرة بنجتمع. والله إنجاز. غزلان في غابة الذئاب تحديداً هذا اللي راح تشوفوه هلأ. كيف ممكن تكونوا مع بعض؟ لأنه الحديث عن كيف الممثلين بيكونوا مع بعض من غير ما يكونوا مع بعض. من غير ما يكونوا مع بعض. خليكم معنا من العيد للعيد، وأول شيء رح نشوفه ونفتح الحديث وعندنا مواضيع كتير كبيرة وعميقة تسمعوها من خلال هذا البرنامج على الفضائية السورية وعلى القناة الأولى وكمان على صوت الشباب. خليكم. بقية بحياتك لا سيدي، يلي عم تعمله عيب عيب. وحدة قد بنتك عم تحطك بهيك مواقف الحمل، ما عاد تقدر تاخد موقف قرار. بعدين فكر بابنك يلي سامحك وفتح لك قلبه، شو بده يصير فيه إذا تزوجنا؟ مستحيل مستحيل. لا والله مو أنا اللي بخرب حياتي وسمعتي وكل شي بنيته بحياتي مشان هيك نزوة. هيكا خليك رجال واعي، خليك على قد عمرك ومركزك. والله ما زوجني غدي. ناقصنا بالبيت مصايب أكثر من هيك يا ربي. شكرا شباب للفوتو اللي شفناه. نحن أكيد سمعوه المشاهدين والشباب بالكنترول، بس بدي أطلب منكم أنه نحن مثلا هون، بس أنتم حافظين مشاهدكم؟ شو قلتوا فيه؟ لا. طبعا لا انا حافظ، خاصه المشاهد الميوت يلي فيها بلاي باك، يعني ما بقدر اتذكر شو. بس بالنسبه لي انا ميوت، بس قلت له الاستاذ جهاد يمكن قرروا انه ما يحطوا الصوت هون بالاستوديو لانه نحن قوايا بالرياكشنات. هلا العلاقه اثناء التصوير بين الزملاء اكيد بتكون
يعني انتم بتقعدوا بمحل واحد. انا بعرف احيانا اجابات على بعض الاسئله بس بسالها مشان المشاهدين انه بيسالوني انه هلا مثلا ما عندهم شغل مع بعضهم جهاد وامل، بيقعدوا مع بعضهم مثلا هيك بالاوف او كذا، ولا مثلا يعني بتبين علاقات الفنانين من خلال وين بيقعدوا شو بيشربوا شاي مع بعض او لا؟ ما بعرف، هلا بالاخير الناس تختار بعضها يعني سواء اشتغلوا مع بعض او ما اشتغلوا مع بعض. بس اذا عم تسالني عن الاستاذ جهاد تحديدا فانا كثير بكون سعيده لما بلتقي معه بمكان عام ولا بمناسبه ولا بلوكيشن ولا بمشاهد ولا بعمل، لانه هو يعني ما بصير واحد يحكي بوشه. صداقة تختار صداقاتك بيت، يعني فيك تقيم انه هدول ناس صحبه وهدول لا من خلال القعده هيك اثناء التصوير؟ ايه طبعا، يعني طبعا كل يعني كيمياء 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 هي كيمياء كيمياء. بس نحن بالتصوير دائما في عنا عوالم ما وراء الكاميرا هي اغنى بكثير احيانا من عوالم امام الكاميرا، اللي هي حياتنا المشتركه او السفر او بنقضي وقت اكثر ما بنقضي وقت ببيوتنا. ف يعني الجو المفروض هو الوقت بالكامل بين بعضنا، فلما بتكون العلاقات متوتره هذا الشيء بينعكس على العمل، لما بتكون العلاقات جيده وراقيه كمان هذا الشيء بينعكس على العمل. بس كمان بدي اقول شغله بعد اذنك استاذ جهاد، كمان بيحكم طبيعه علاقتنا نحن ممثلين مع بعض انه عملنا اللي هو الوقت الطويل اللي بيجمعنا مع بعض بمكان واحد بيفرض علينا الفه، يمكن اذا حدا من برا فات وشاف هاي الالفه وهذا التناغم وهذا الحكي والسرسرة الكلامية اللي لها علاقة انه امبارح نمت كذا واليوم مدري شو واليوم عندي كذا وكذا وكذا، اذا حدا دخل من برا وشاف بيقول هدول ما معقول شو اصدقاء للعظم. بس هذا اللي من برا ما بيعرف انه نحن بالغالب طبعا وبين قوسين معظمنا لما بنخلص تصوير ما حدا بيشوف الثاني وقليل ما حدا يتصل. كيف لك بتصير الشلالية استاذ جهاد؟ الشلالية يعني جبنة الشلال يعني ولا مثلا جبنة الشلال اذا بتحب تعرف؟ لا يعني هي القصة انه هذا موضوع كثير كثير كبير وانا بالنسبة لي ما بيعني لي شيء على الاطلاق، ولا بحياتي دخلت ولا بدخل فيه، لانه انا بحسه اذا بيكون العمل الفني في ستاف يعني فني عالي المستوى لكل واحد يجي بامكانيته الفنيه اوكي، اما لما بتكون الكلمه هيدي اللي قلتها اللي انا ما كثير ما داخلي قاموسي بصراحه وما بحبها قاموس خاص طبعا كثير، لاني كبيت من مكبوب من الكلام كثير من الكلام لحتى انت كل انسان لازم يحكي لغته الخاصه. بالتالي الشلاليه تحديدا اني انا لما اجيب صديقي لمجرد انه صديقي أو صديقتي لمجرد أن صديقتي وحطهم بأدوار أو أعطيهم مهمات غير لائقة، أولاً بيبين هذا الشيء، وهذا الشيء صنع نجوم كاذبين ونجمات ما لهم علاقة بالتمثيل وممثلين ما لهم علاقة بالأدوار، وصنع ناس كثير بمستوى خطأ. أيوة، وابتدت هذه القصة هلأ بعد كل هذه الفترة تبين على الوجوه، لاحظ الوجوه الحقيقية كيف بتبين والوجوه غير الحقيقية كمان بتبين من وراء أنك أنت تحط ممثل لكذا مرة بأدوار ما ندوره. معقول ممثل يكون مناسب لكل الأدوار أو ممثل لكل الأدوار؟ مستحيل يعني. بالنسبة لقاموسك ستنا بالنسبة لقاموسي الشلالية شو عرف لنا الشلالية؟ كلمة الشلالية عن جد أنا ما بحبها لأنه مباشرة بتعطيني انطباع سلبي، ما بتعطيني انطباع إيجابي عن المفهوم الرائج هلأ أكثر. يعني هي السنة مثلا رائج مفهوم الشلاليه اكثر من السنه الماضيه والسنه الماضيه اكثر من اللي قبلها واكثر من اللي قبلها واكثر من اللي قبلها. هلا كان الشرط من 10 سنوات تقريبا او ببدايه التسعينات بالوسط الفني انك انت تثبت حالك انك تكون موهوب، صح ولا لا استاذ جهاد؟ تمام. هلا الشرط شوي عم يختلف، هلا بيروح اذهان بعض الناس بتروح انه الشرط انه الواحد يتنازل وانه لا 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 ما عم بحكي بهي الطريقه ابدا. انا حدا كثير بحترم وسطي الفني اللي 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 بيشتغل فيه مثل ما بعرف علله. طيب. بس الشرط هلا اختلف، الشرط انه يكون عندك علاقات قوية مع الناس، تقدر تفوت بهي الشلة اما بقصص خارج التصوير، ان كان العلاقة بالاتصالات، العلاقة بالروحات بالجيات، هذا انا ماني ضده اكيد. بس انا ضد الشلالية لما الشلالية بتقرر انه تغلق السور حوالين حالها بحيث انه انا بطلع هيك مثلا انا بعمري ما انتميت للشلة ولا تحسبت على حدا ولا، بس بتطلع هيك مثلا بقول انا من حقي اني اشتغل مع هذا المخرج، من حقي اني اكون باعماله لانه هو مهم وانا بقدر اكون مهمه معه وبقدر اكون اهم معه، بس انا يتم استبعادي. انا ما عم بحكي عن حالي بالمطلق، انا يتم استبعادي لاني انا لست من هذه الشلة.
كيف بتختار لك اصدقائك استاذ جهاد مدام هيك وبتصيروا انتم رفقه او شله؟ ما في مقاييس معينه بالوسط الفني؟ نفس القصه. ايوه في شو المقاييس طبعًا اللي بتحدد شلاليات الوسط الفني؟ وهذا الشيء ما فينا ننكره حتى لو كانت مو بالقاموسك. بنحكي عن الاصدقاء. انت سالت سؤال انه كيف نختار الاصدقاء. الصداقات في مقاييس، هو هذا جسر لاحكي عن انه الشلاليه كمان لها مقاييس، ما هيك؟ ايه اكيد طبعا. برايك المقاييس اللي بتحكم شلاليات الوسط الفني السوري؟ اولا في العالم ككل، ما بس بسوريا وبالوطن العربي، حتى في هوليوود طبعًا في اوروبا موجودة. الصداقات طبعًا داخل الوسط الاوساط الفنيه دراما نادره جدا، قليله جدا، نادره جدا، الا ما يحكم التنافس او المصالح خاصه. عندك صداقات؟ لا لحظه شوي، ما قلت انا ما عندي صداقات، اما قلت دائما بشغلنا نحن الصداقات نادره العد. قالت المدام امل قبل شوي انه نحن بنخلص تصوير كل واحد بيروح على بيته، يعني من كثر الارهاق والتعب وعدم وجود الوقت صعب ترجع تعمل علاقه دائما على ما يبدو مع نفس الناس اللي هن من مجال عملك. طبعا انا عندي اصدقاء كثير من الوسط الفني، انا ما عندي مشكله مع اي حدا على الاطلاق بالوسط الفني ولا اي شخص، انا علاقتي كلها فيهم جيده لان كلهم زملاء وكلهم بذلوا جهد، انا بحترم جهد اي انسان عطى جهد حقيقي. بس دائما بهذا المجال اللي هو التمثيل تحديدا او الدراما بكل انحاء العالم الصداقات نادره، ويبدو انه هي لازم تكون تبتدي الصداقه باعمار صغيره لما بيكون الممثلين في البدايات وبتنمو هيدي القصص، اما فيما بعد بتكون نادره. وللاسف طبعا في علاقات راقيه، في يعني في علاقات انسانيه راقيه داخل الوسط، انا مثل ما قلت لك بين المخرج والممثل والممثل والى اخره. شرط نرجع للموضوع الشلالية انه ما تكون هي العلاقات، وللاسف في كثير من الاحيان بتكون فقط في سبيل مصلحه العمل او الحصول على دور او عمل. ست امل بتغني يعني الاكاديميه عن الفطره، اذا ما نحكي بمحور اكاديميه وفطره، والاكاديميه هي عنصر بتجمع بيجمع شله مثلا، ما في شيء بيغني عن الثاني صدقني. يعني مستحيل. اول شيء الاكاديميه ما لها شله الدفعه واحده، قصدي مثلا تماما ما لها مصنع، بتفوت انت شخص طبيعي او شخص ما عندك هي الفطره فبتتخرج فنان بجداره، ما هو نفس المنهاج عم يدرسه كل الطلاب، صح؟ يعني ما له مصنع، صح؟ بس يعني هو 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 اناره طرق ل ل لموهبتك انك انت كيف تشوف هاي الطرق. بس حاتم علي يعني اغلب النجوم اللي بيشتغل معهم دائما هو خرجهم بصراحه وكان استاذ عليهم ودائما بياخذهم باعماله. فيعني في الدراسه الاكاديميه بتخليك تنتقي شلتك ضمن مقاييس اهم. شو رايك؟ انت عم ترجع على الشلاليه للقصه؟ ايه بعد اوكي ايه ما في مانع، ما في مشكله. يعني انا ربطت الفطره والاكاديميه بالشلاليه. انا مالي ضد الشله لما بتكون بتفهم على بعضها وبتنسجم مع بعضها واشتغلوا اكثر من عمل وكذا. شرط مثل ما قال الاستاذ جهاد مشان ما نكرر الحكي انه يكون كل واحد بمكانه المناسب، وشرط انه هي الشله لا تنغلق على نفسها بحيث يتم استبعاد الناس بريقه يكونوا موجودين. اكثر فائده للاكاديميه شو هي؟ يعني كونك استاذ بالمعهد اكثر فائده للاكاديميه هو انه ينحط الموهوب بطرائق التدريس الاكاديميه الحقيقيه والصحيحه على الطريق الصحيح. وفائده الاكاديميه هي بتجي فيما بعد، فيما بعد بعد انا بتصوري بعد ما يشتغل الممثل كثير كثير مفروض بينسى الأكاديمية، بيطلع هو خلاصة كل ما مضى. يعني في الفنان نور الشريف مرة قال كلمة، أنا بقيت 3 سنين بعد ما تخرجت من المعهد عم حاول أنسى الطرائق اللي أنا أخذتها بطريقة مباشرة لترجع له الفطرة. أنا بشوف الأكاديمية والفطرة ما بينفصلوا عن بعض نهائيا، بس لأنه أعلى الخبرات هي القدرة على إلغاء الخبرة اللي هي الفطرة. صح. الأكاديمية بس بتخلي الفنان يكون مثقف بحضوره بالشارع، بتخليه يكون مثقف بلقاءاته، وهذا الشيء ضروري، ما هيك؟ ما بس الاكاديميه بتخليه مثقف، يعني ما بس الشهاده هي اللي بتخليه مثقف، كمان ثقافه الحياه، ثقافه الكتب اللي ما فيك تستهين فيها. صح. انا ما بنسى جمله كانوا يقولوا لنا اياها اساتذتنا بالسنه الاولى، انه اوعكم تفكروا انه فائده كتاب بتقروها حتجي لكم بكره ولا بعد بكره ولا بجوز. الثقافه مرجعيه. بتذكر كمان بتذكر بس بتوقيع بس في شيء انا ضده. أنا مالي ضد إنه حدا موهوب موهبة استثنائية وما عنده شهادات إنه يجي ويثبت حاله، بس شرط إنه يكون مثقف، إنه يكون قاري، إنه يكون قادر يطور أدواته ويطور نفسه. بس هلا بتقولوا لي حالات استثنائية إنه مثلا مخرج كبير وأنا كثير بحبه وكثير بحب أشتغل معه اللي هو الأستاذ بسام الملا، إنه بينضرب مثل فيه إنه هو مثلا ما حصل على شهادات عالية أو كذا أو هي، بس هو مخرج عبقري واستثنائي. إيه أوكي، بس بسام الملا مع حفظ الألقاب
واحد نحت الصخر لحتى وصل لهون، تعب لحتى وصل لهون، ما بيفهم الإخراج إنه هو بس مجرد قطعات وأكسات وإلى آخره، بيفهم تركيبتك كممثل، أنا اشتغلت معه، بيفهم هذا المشهد أنا كيف بدي حله وبيحله، بيفهم إنه يربط إيقاع المشاهد مع بعضهم لحتى يخلي المشاهد فعلاً قلبه مثل النار هو عم يتابع أحد والممثل أعماله. المسقط بس كمان. أنا ضد إنه يكون هذا عرف بالوسط الفني إنه مين ما بده تفضلوا أهل الباب مفتوح. هلا انا اليوم مثلا مثلي مثل كثير ناس بعرف شو الدواء للرشح مثلا، وبعرف شو بتقلي ركبك عم تجعك بقول لك ايه خذ مثل شو كذا وكذا وكذا شفت بعرف وكذا وكذا نظرة. هل انا لاني بعرف دواء لاي مشكله بسيطه او اي عارض صحي، هل انا بحق لي اقول او اعلن نفسي انه انا والله طبيبه؟ لا طبعا. طب ليش عم يستهان بالفن؟ ليش الفن مشاع؟ انا برجع بقول انه انا مالي متحيزه لا للاكاديميين ولا للناس اللي عم يشتغلوا بالفتره، انا بقول اثنين سوا بس كثير مهم. بس الاكاديمي يمكن بدون ما يرجع لمرجع بيقدر يقول لنا شخصيه مركبه شو، كممثل فيه يفهم شو يعني شخصيه مركبه ويقول لنا هلا شو هي استاذ جهاد، شو هي شو يعني شخصيه مركبه الاكاديميه؟ شو يعني شخصيه مركبه؟ انت شيء كثير طول بالك. الاكاديميه عموما هي يعني كثير فكره غائمه للناس اللي ما دخلوا فيها. الأكاديمية ببساطة، الأكاديمية اللي عملها مين اللي عمل الأكاديمية في التاريخ؟ أفلاطون. وهو كان عبارة عن واحد صايع بحار صعلوك باعه عبد في أحد موانئ اليونان، واكتشفت واحدة سيدة عظيمة إنه هذا مفكر وفيلسوف، فعملت له مدرسة صغيرة قاموا سموه الأكاديمية اللي يحكي أفكاره. هي الأكاديمية. الأكاديمية مو مجال لتعقيد الحوار تمام. لتعقيد نقول شخصية مركبة أو مفككة أو معقدة أو بسيطة أو عميقة أو أب أند داون إلى آخره. الأكاديمية هي بس بكل بساطة محاولة لإراءة الذات، فهي ثقافة. لذلك أحيانا التدريس الأكاديمي إذا ما كان في مدرسين مبدعين تمام بيخربوا الهواة. ستانسلافسكي كان بيقول يعني لو شوية تفزلكنا انه انت كموهوب الموهوب هو اكثر الناس ممكن يكون متعب لشخص غير موهوب بيشتغل معه. واحد غير موهوب لا يمكن انه يشوف الموهوب على حقيقته، بيتهيأ له انه شايف الموهوب طبعا. بيكون الموهوب مراية صافية. هي الأكاديمية حلو. هي على كل بدك تجاوبني بدك تجاوبني حضرتك بهاي الطريقة الممنهجة الجميلة جدا عن موقعك على الخارطة الدرامية حاليا، بدك تجاوبيني مو من يعني مين انت، كلنا بنعرف اللي ما انت، لانه في شيء بدنا نشوفه غناء لك يعني كليب نحن عاملينه ونحكي عن الغناء بين الضروره والكليب، لانه انت يعني بصراحه الضروره الدراميه طبعا طيب. ماشي فخليكم لحتى ننقل بقى لجو ضروري بينصف شوي امل عرفه اللي هي حاضره بصوتها الجميل واللي اشترطت علي انه ما راح اغني انا بهذا البرنامج، راح نحكي كمان بعد ما نسمع هذا الشيء وعندنا شيء كمان نسمعه لفريدم. خليكم معنا على الفضاء السوري وعلى القناه الاولى وعلى صوت الشباب من العيد للعيد. قلبنا جروح
لا تقول للمغني غني بغني لحاله على كل الاحوال. ومن هذا المنطلق انا بدي اقول باعتبارك اشترطتي علي ما تغني بهذا البرنامج، انا راح ما اخلي الميكروفون هون، راح احط الميكروفون بجنبك، بس تحسي حالك حابه تغني غني، انا ما عندي مشكله. وهذا الحكي يعني انا مسؤول عنه. معلش شباب موافقين؟ موافقين، مع انه شباب كثير متحمسين انه تكون تنضم هيك. شكرا. في مره تغني على انغام الفريدم. بكل الاحوال قبل ما نسمع موقعه على الخارطه الدراميه، فيك تقولي لي ما انت؟ مو من انت؟ من انت بنعرف منيح، بس انت شو؟ يعني شو السؤال؟ شو مغنيه مطربه برخصه استعراضيه يعني شو هذا؟ انا ولا واحدة من هدول. لك شو انت؟ انا انه كثير دبلوماسي حالي ولا لا؟ ما له دبلوماسي ابدا، بالعكس بجوز في في فيك تعيدي لي اياها. انا خلص اذا بدي اسمع شيء انا. يعني كل هدول اكيد انت ما هيك، بس اقرب شيء لك يمكن التمثيل. اقرب شيء لي يمكن لانه التمثيل هو فن مركب، مو الادوار المركبه بالمناسبه. الفن فن التمثيل هو فن مركب اكثر منه مركب من الغناء، أي يحمل او من يحمل مليون يحمل مستوى. بده بني ادم يكون معجون عجن بالحياة، معجون عجن بالثقافة، عنده إحساس بالإيقاع. ما شرط يكون صوته حلو، بس مفروض أنه يكون عنده إحساس بالإيقاع. بده يكون كثير عنده مستوى نبل عالي يتحمل غروره. هذا الجملة بقى فظيعة، أكاديمية بجدرة هاي الجملة. على كل الأستاذ لا فطرية بالعكس، هي عم تحكي. أنا بحكي شوي عن لا بس ما حفظ الألقاب عن أمل عرفي ثانيتين. بدك تحكي عن أمل؟ إيه طبعا قدامة. أمل عرفي، أنت سألت سؤال مين أنت أو شو أنت؟ ما أنت يعني شو الأشياء اللي كونتك، كيف أنت تكونتي؟ أمل عرفي موهبة، باختصار موهبة متعددة وسائل التعبير. ما بنقول إنسان متعدد المواهب، بنقول إنسان موهوب عنده وسائل تعبير متعددة. صح. بتغني، بتمثل، بترقص، إنسانة أحاسيسها مرهفة جدا، عندها قدرة عالية على الالتقاط وعلى الإرسال. يعني أمل عرفي أنا هي قدامها وكل الناس حساسيتها المفرطة وحضورها، ولا تشوفها قاعدة هيك هلا، هيون صعب تقعد على كرسي على فكرة. بعرف هلا رح استفزها شوي، بس بدي بس قبل ما تجاوبني إنه أين أنت على خارطة الدراما مثل ما سألته هيك بالفصحى، بدي تجاوبني أو تقلي ليش أو خفت إنه تكون ترددت إنه تكون معنا بهالبرنامج مشان ما أحرجك وتغني مثلا؟ والله أنا ترددت تكون، ممكن تقرب الكلوز علي شوي لأقول ليش أنا ترددت. لا ترددت كون بالبرنامج. بدك السبب؟ ايه انت قد الجواب. انا بتمنى انا بتمنى ببساطه بتمنى انت الجواب. انت على خريطه الدراما ما في حدا ما في حدا على خارطه انا بتصور او بموقع معين. نحن مو ويب سايت اولا ثاني. يعني انا بحس لحد هلا كل الادوار اللي انا عملتها اللي كان البعض منا بالنسبه لي كاي ممثل او كاتب بيكتب كتاب او شاعر بيكتب قصيده، في ادوار كثير قريبه لي محببه لقلبي ولقلب الناس، وفي ادوار كثير لسه انا بحس حالي هلا في البدايه. انا هلا ابتديت الممثل اللي بحس انه هو تكون ومثل وصار نجم ووقف الزمن عنده انتهى. طبعا انا ما بعرف شيء على الاطلاق. انا بعرف انه متاكد انه في اشياء كثير ما بعرفها، بس الاشياء اللي انا بعرفها ماني متاكد منها. هذا يعني ان انا بتعامل مع كل الشغل تبعي بعقليه كثير مفتوحه وفريش، بعقليه الطفل انه هلا انا وصلت انا جاهز لاشياء كثيره. طبعا نحن هلا بتصور انه صار في الخبره على والقدره على التعبير اكثر بكثير من الاول. اي ممثل بيعرف انه بعد سنوات طويله كنا نمثل منيح او ما منيح او صح او غلط، بس ما كنا نعرف فعلا شو هو التمثيل الحقيقي. التمثيل هو الانسان. بعد هذا الكلام بخليني انا افكر انه تطورت حضور اغنيتك بالدراما، وخليني اقول انه اغنيتك اللي هي ضروره دراميه او موظفه ضمن العمل الدرامي اكثر شهره من اغانيك اللي هي فيديو كليب. بتوافقيني؟ طيب منيح، هذا الشيء بيساعدني كثير، وهذا الشيء اهم بالنسبه لي. بيساعدني لأيه؟ وهذا ما مسألة اهم ولا اقل قيمه. انا مسألة الغناء محسومه عندي خلاص، انحسمت يعني. يعني اذا صار جاني عرض من شركه ممكن تامن ربحها التجاري من وراء عقدي معها.
تقصد غنائيا؟ وانا بقدر غنائيا، وانا بقدر كمان امن المستوى الغنائي المطلوب يلي انا مالي دخيلي عليه قبل كل شيء يعني. انا تربيه موسيقيه تلقيت على ايد والدي الكبير سهيل عرفي، بارك له بوسام الاستحقاق. شكرا. ف يعني الى اشعار اخر انا متوقف يعني الغناء، الا بحال في اشياء تتطلب ضروره دراميه اني اعملها، مثل مثلا خان الحرير، مثل عشتار. اوكي ليش لا. بتقبل تكون ممثل معه بفيديو كليب؟ بيشرفني. اذا كان في شيء مناسب دراميا ايه بقبل طبعا. بتقبلي تعملي معه دويتو؟ بيشرفني. غنائي انا غني عم الا لا لا شو انا غني باي انجلش انجليش ولا عربيك ولا فرنسي، انا غني بدك تطفش الجمهور والله. ما بعرف هلا يعني اشوف قديش بدي اقول السر للجمهور. لا تكون بس كنت مسجل البروفا اللي كنت عم بعملها البروفا لما غنيت في جو. شو رايك نعرض لهم اياها ولا منك لحالك منك لحالك بتجربها؟ لا انا اذا كانت مسجله بنعرضها الدويتو. لا مو بس بدها مونتاج، المشكله يعني شلون. فما عندك مشكله بانه يكون بيشرفني يعني في مو مجامله. انا ماني جاهز. لا ما بدنا. انا قلت لكم ما بدي اقول لكم غنوا اطلاقا. لا هلا ولا بعدين. لا هلا ولا بعدين. انا بدي اخلي الفريده متسمعنا شيء عربي شرقي غربي ما بعرف من عندهم، وبعدين نرجع نكمل المحاور وراح نفوت بالتقديم للبرامج التلفزيونيه. وهي نقطه التقاء بين نجمه اليوم، قدموا اثنيناتهم برامج على شاشه التلفزيون العربي السوري وايضا على غير شاشات. خليكم معنا بنسمع شيء من الفريدم بعدين بنكمل من العيد للعيد. شكرا فريدم لكل اللي عم يشوفونا. بدي اعطي هيك شويه رشه اسرار قبل ما نبلش نحكي بتقديم البرامج بهذا المحور. يعني في بالافلام الامريكيه جمله بتنقال بس تقلو حدا الشرطه بيقولوا له كل ما ستقوله سوف يسجل ضدك او سيستخدم ضدك بالتحقيق. فانه لحتى يصير عندك محامي وكل شيء ممكن تعمله قدام اعلامي او كل شيء مثلا ممكن تحكي قدام اعلامي هو بده يستخدم ضدك، ممكن من حق الاعلامي انه يستفيد منه. فعلى سبيل المثال هاي الاغنيه قبل البرنامج لما بلشت تتغنى كانت عم ترقص علي مدام امل عرفي بصراحه. ومو بس هيك كان عم بيغني الاستاذ جاد مثل ما قلت لكم. مو بس هيك امبارح لو تعرفوا كيف عرفت انه راح يكون معي اليوم بهذا التوقيت وكذا بعث لي رساله على الموضوع
الموبايل يا ريت فيني اوريكم اياها مكتوبه امجد ات دوت كوم. لا عرفت انه تعجب وثلاث اشارات تعجب ولا وفي كمان بس كمان احدى الشغلات اللي قالتها واللي كثير بفتخر وحاب اقولها على الهواء اللي قالتها مدام امل لما سالت قالت لي انا على بالي عليك انه معقول يعني معقول لهلا طولت كثير لحتى اتصلت معي فانا قلت لها انه ناطر ناطر هذا المقصد في شغله احلى قلت لك يعني توقعت تقولها هديك اي شو بدك فيها ما بدك تقوليها بقولها بس في شغله احلى تقول شو هي انه انا مبسوطه فيك انت مشاكس شوي وكذا هذا مع الزمن بيمشي حاله ما مشكله بس بطلع يعني بطيب بطيب بصير عادي يعني انا استخدم البرامج التلفزيونيه بس كثير لما استخدم ما هو انا مشان بخجل لا مو مديح لا بجوز يكون ذم طيب تفضلي حضرتك وقدمنا الفقره التاليه باعتبار عن التقديم ممكن لا لا طيب وقت اللي بقدم انا طيب تفضلي بقعد على جنب لا استغفر الله لا تفضلي بس اللي كنت بدي اقوله انه نحن يمكن وسطنا الاعلامي او وسطنا الفني ما متعودين نشوف حدا فريش ما منحب نشوف حدا فريش تعودنا انه المقدم اللي بده يطلع او المذيعه او اللي عم يستضيف ضيف او شيء انه بده يطلع كثير رسمي وكثير عابس وكثير ثقيل يعني انه يعني واو جد يعني لدرجه انه يعني شوي تايم بده يقوم يسلخ الضيف كفين لحتى يبين انه انا يعني بضايع يعني اذا عم تضحك وين كاميرا الى جميع مشاهدي القناه الفضائيه السوريه ومشاهدي القناه الاولى ومستمعي صوت الشباب نذهب الى فوتو مونتاج قصير وبنرجع لنكمل حوارنا الخاص بالمحور الاساسي واللي كثير مهم وتوقعوا شيء كثير مفاجئ الخاص بتقديم البرامج من العيد للعيد كان زواجه منها بعد وفاة والده حيث أتى به من السعودية إلى دمشق برفقة والدته في سبيل التجارة وتزوج من ابنة عمه وأتى بها إلى هنا إلى سوريا وترك السيدة لبيبة الزبيدي مع بعض أبنائها في منطقة السيدة زينب ثم سافر إلى السعودية ليكمل عمله ولكنه وقع تحت تأثير مرض شديد لم يستطع أن يعود مرة ثانية مع شبشب بيسوى بنته غربة بتسوى دزينة هاي الأغنية بالذات بفترة من الفترات صاروا البنات كثير يغنوها للشباب ليثبتوا لهم انه هن مثلهم تماما وبيقدروا يدخلوا بكافة المجالات حتى بمجال المصارعة والملاكمة لكن ما دائما البنات حظهم بيخدمهم لانه ما عندهم قوة عضلية تساعدهم اما نحن بدنا منكم انكم تساعدونا تبقى الابتسامة على وجوهكم لحديت ما نلتقي فيكم مرة ثانية اذا حبيتوا الابتسامة تبقى على وجوهكم تذكروا انه البرنامج منكم وإلكم ومعكم نحن راح نضل معكم وما راح نطور الغيبة باي باي لكل اللي عم يشوفونا لما شاف الأستاذ جهاد سعد صورته على المونيتور وهو عم بيقدم برنامج خبرني يا طير قال يا خسارة وسؤالي الأول أستاذ جهاد غبت ست شهور ما بيعرفوا وينك ببرنامج خبرني يا طير وين كنت أول شيء وليش يا خسارة يا خسارة لأنه برنامج خبرني يا طير حتى هلأ ما نقلبها مثل ما قلنا جدية وغم بالعيد وكل عام وانتم بخير لأنه برنامج كان يعني له علاقة بالحياة بطريقة مباشرة يا خسارة أنه أنا تركته يا خسارة بشكل موضوعي خسارة لإلي أنه أنا خسارة أنه أنا أترك البرنامج وين كنت ست شهور طيب؟ أول شيء أنا تركت البرنامج حوالي خمس ست شهور لظروف خاصة فيني أنا بتتعلق بحياتي الشخصية بمرحلة معينة أنا مريت فيها من حوالي كم سنة بالإضافة لبعض الاقتراحات اللي كنت اقترحتها لتعديل وضع البرنامج أو لتحسينه أو لتوسيعه أو لتطويره لأنه بعد خمس سنوات على الهواء كان لابد بعد هالسمعة العالمية العالية المستوى اللي وصل للبرنامج أنه يصير فيه شيء جديد لو على صعيد الشكل مع أنه المضمون هو كان الأساس تركت بعدين رجعت طبعا رجعت على برنامج خبرني يا طير لفترة سنتين وتركت العام الماضي ليش تركت؟ لانه الشغل بالمتطور عن البروسيس مع التلفزيون العربي السوري صعب كثير بس بالتلفزيون العربي السوري ايوه لانه من خدم البرنامج كما يجب ان يخدم تم على التفاوض العالم. معك مشان تقدمي البرنامج بغياب الاستاذ جهاد ليش اعتذرت لانه انا بشوف انه ليش حتى اجي انا كفي يعني طالما الاستاذ جهاد موجود وطالما يعني خلص صار خبرني يا طير
ملتصق مع الأستاذ من حق المقدم البرنامج ولو كان نجم أنه يتدخل بتفاصيل صناعة برنامجه؟ إيه من حقه أستاذ جهاد. معقول أنا ما كنت نجم؟ أنا ماني أنا لا حضرتك نجم. أنت لا برنامج البرنامج كان هدف إنساني كان 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 يعني رسالة إنسانية. لما الإنسان بده يفكر بالنجومية بروح بعمل برنامج استعراضي. هذا برنامج يتأسس مع بعض مع خالد جماله وجهاد سعد وعلي سفر، أسسناه سوا، كنا قاعدين أنا وخالد جماله وطلعت الفكرة بشكل مشترك إنساني. وليس صار هيك طيب؟ ليش صار هالمهاترات بعدين مهاترات هيك بيسميها على صفحات الجرائد؟ لا 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 ما صار هيك. يعني انتم صحبه مع بعض طبعاً واموركم تمام؟ طبعا طبعا انا بفصل العمل عن الـ عن الـ عن العلاقات الخاصه. انا عم بحكي عن شيء ثاني حتى ما توصل الفكره لا لا ما توصل غلط للجمهور. لا, لا انا بدي لومه لك لعلي سفر. لا لا انا ما بلوم حدا. استاذ انا بلوم علي انا ما بلوم حدا. يعني معقول ما في شيء بين بعض وكاتبين بالجرائد على بعض بهي الطريقه ورادين عليه؟ كيفك؟ هلا هلا امجد كيفك؟ مخرج برنامج خبرني يا طير على معنا باتصال استاذ جهاد. اهلا وسهلا. شو امجد بحب سلم عليك وسلم على ضيوفك اللي انا بحبهم كثير وبحترمهم، ويعني ما بنقدر نحكي عن الوسط الفني بسوريا بدون ما نذكرهم. اهلا وسهلا. سؤالك سؤالي جوابك عفوا. ايه امجد المشكله هي انا يعني بقدر الخصها هي انه يعني الاستاذ جهاد نعتز بوجوده كان معنا بالبرنامج، والإشكال هو مثل ما حكى قدم اقتراحات، وهي الاقتراحات أنا باعتقادي أنه كان ممكن يكون في وقت للتنفيذ. المشكلة أنت بتعرف نحن بالتلفزيون السوري عندنا مشاكل كبيرة ما لها علاقة فقط بخبرني يا طير. يعني مشكلتنا مع خبرني يا طير أنه هو برنامج إنساني وضرورة. ليش رديت على الأستاذ؟ أنا آسف لمقاطعتك علي. ليش كتبته بهاي الطريقة ورديته على الأستاذ جهاد سعد بهذا الأسلوب القاسي؟ وين؟ لا أنا هو ماشي. هو قاسي بحكم المحبة. يعني ما نقاسي لأنه إحنا في لا مشكلة. نجيب لك إياها. يعني أنا بتصور القصة. يعني دائما كنت أقول كلمة على الهواء إن البرنامج ليس ملك لأحد، ليس حكر على أحد، لا أنا ولا غيري. والبرنامج ليك والدليل على ذلك مستمر أنه هو فكرة، وفكرة كبيرة كتير قريبة من الناس. ما بهم مثل ما قلت لك الشيء الأهم كان بالنسبة لي أنا هو البرنامج. دائما مثل المسرح كنا عم نحكي عن الشلالي، هو الفكرة هو الفن. العلاقات الشخصية ما بتأثر. أنا علي صديقي وخالد جمال وهي ما لها علاقة. طيب أنا عم أقول بس لحظة برجع بكرر كلامي أن التلفزيون العربي السوري والهيئة العامة لم تهتم، لم يطرق أحد باب برنامج خبرني يا طير. ما في حدا سأل شو بتريدوا، ما في حدا قدم أي خدمات. ثلاث سنوات الديكور ما تغير، في الوقت اللي يوميا في ألف ديكور لألف برنامج، والله ما في موازنة. يعني لما أنت بتحس اسمح لي بهيك برنامج إنساني أنك أنت عم تبذل كل طاقتك وكل روحك كل جهدك وما في حدا حاسس فيك. طيب معلش ممكن يعني انا ما عم بحكي يعني مو علي مشان الوقت ومشان ضغط المحور. لا علي سفر ولا علي سفر ولا خالد جماله غير معنيين. علي سفر وخالد جماله بس يحكي جملته يعني يحكي جملته لانه يبدو عنده ملاحظه. يعني معلش امجد انا ما بدي القصه تبين للجمهور انه احنا في خلاف بيناتنا ابدا. تماما خلاف. طيب اوكي. هو المساله اجرائيه لها علاقه بتنفيذ البرنامج. وبصراحه اللي استدعى الرد بالصحافه هو جملتين حكاهم الاستاذ جهاد سعد ما راح اذكرهم هلا. يعني بصراحه انا حسيت انه فيهم شيء يعني بتعدى المساله الاجرائيه والتقنيه. طيب هو الموضوع الشخصي. اسمح لي لومك يا امجد خليني بس كمل. يعني معلش قبل ما تلومني لانه في كثير ناس رح يلوموني اذا ما كملت. تفضل. لما بيكون في شخص موجود بهذا الفريق وبينسحب، بعد ما ينسحب بيقول انه تردى المستوى العمل، هذا صار شيء يعني انا باعتقادي ممكن يعمل اساءه للاخرين. هلا انا ما بدي اوقف عن هالقصه، انا هذا اللي خلاني افكر بالرد وخلى يعني خالد يفكر بالرد. هلا الجانب الثاني اللي بدي احكيه، انا ما قريت هذا الرد ولا بعرف والله العظيم اول مره بسمع بهذا، لانه ما انا مهم يعني اطلاقا، لانه لما بنمثل طيب دور على المسرح انا استاذ علي انا ما سمعت واصلا ما في هذا الشيء انه ما تقرا. إيه؟ ما بعرف انا ما بقرا جرايد ولا بتفرج على التلفزيون. اذا بالعيد بمناسبه العيد بدنا نعتبرها انه ما في ما صارت وخلاص. بس استاذ علي ارجوك هلا بس احكي معك برا الهواء كمان تعمل نفس القصه. في مشكله كثير مهمه، في عندنا وقت مستمعين مشاهدين. بس في سؤال ثاني، كيف بتحكي مع المدام امل وفي حدا بدي اقول كلمه بس مشان نختم اذا كانت هي مداخله. انه الاستاذ جهاد موقعه بالبرنامج دائما محفوظ. شارك معنا بهي المسيره اللي بدنا نقول انه هي كانت لخدمه الناس.
طبعا. وانا بعتقد يمكن كمان عم بحكي يمكن اذا بيسمح لي خالد انه نحن دائما مكانه محفوظ لجهات بهذا البرنامج وهذا البرنامج بنرجع بنقول مثل ما عم بيحكي هو هذا البرنامج لانه هدفه انساني هو اهم من وجود اي شخص. صحيح. شكرا شكرا والدليل على ذلك مستمر شكراً. البرنامج أوكي. شكرا علي بدي اشكر وجودك معنا على الهواء شكرا لانك قبلت انك تكون موجود معنا وضيف على الهواء بدي وجه جمله كثير كثير بسيطه لضيوفي حتى ويمكن لحتى اللي عم بتصل معهم انه طبيعه البرنامج تتطلب نحن نجاوب يمكن بايقاع سريع كثير فباقل جمل ممكنه انا اسف لانه قطعت اكثر من مره عليه خليكم معنا ومره ثانيه رح نرجع لمحورنا الاساسي موافقين؟ لا موافقين شو كذبوا؟ والله العظيم ما بعرف انا فاشل استاذ جهاد كثير اساسي هذا الموضوع بدي اسالك اياه بس بدي اسالها قديش بيحضر الممثل بشخصيتك كمقدمه برنامج؟ هو بيحضر البني ادم بصراحه بيحضر البني ادم يلي هو تحصيل حاصل كل هدول إن كان الممثل ولا اللي بيكتب ولا اللي بيقرأ ولا اللي بيطلع ولا اللي بيغني ولا اللي على تماس مباشر مع الناس ولا اللي عنده حس إنساني عالي ولا صح. كله الممثل عنده حس إنساني عالي فبيحضر ولا برنامج إنساني مثل خبرني أطير زائد طبعا ما مو بس إنه بس حس إنساني والله ونقطة انتهى يعني بس القصة حس إنساني عالي ومتابعة وسرعة بديهة وقدرة فعلا على توصيل المعلومة للناس لأنه برنامج كتير حساس حلو خبرني يا طير برنامج كتير حساس برنامج يعتمد أساسا على حضور اللي عم تقول عنه المدام أمان ما بده ديكور إضافة كمان لمصداقية الأستاذ جهاد عند الناس كرسي إيش لا طبعا لا 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 بدنا نحكي لا ما بده ديكور عنصر ثانوي أنا بتخيل جهاد سعد إذا بيطلع على الشارع بيقدم هذا البرنامج بيعمل حضور سوبرمان أنا سوبرمان أنت سوبرمان أنت سوبرمان هاي اختصرنا مشان تلغي الموضوع؟ لا انا كنت عم بحكي عن اشياء ثانيه يمكن اجت سيره الديكور شوي انا لما بينحكى عن خبرني يا طير قلبي بيقفز من صدري لانه هذا مو دور بمسلسل ومو مسرحيه انا وصلت لمرحله احس انه المهمه اللي كانت علينا جميعا كل ستاف العمل اللي اشتغل بمنتهى الاخلاص بالبرنامج كانت كبيره كثير وهذا الشيء اللي كان بده مساعده نحن كاشخاص بده مساعده من مؤسسه كثير كبيره وهذا الشيء ما صار ولما بينفهم هذا التوجه بغير هيك معناتها كل من فهمه بغير هيك ما كان فهمان الروح يلي حكيت فيها او من خلالها خلال 7 سنين على الهواء طيب يعني القصه ما كانت بالديكور او بالكذا القصه بالاهتمام في مثل صيني بيقول لك انت اعطيني لما انت بتعطيني او لما انا بعطيك شيء ما اقدم لك شيء من روحي ما بدي شيء منك بس قل لي شكرا هذه الشكرا ما كانت موجوده بعيدا عن في جحود هذا مؤلم هذا الحكي من مين جحود من الاداره من الهيئه كلها طب العمل باطار التلفزيون العربي السوري وحضرتك اشتغلتي فيه جداً. بيختلف عن سواه وهيك بس يعني هذا ما بينفي انه انت كشخصيه اهم من رزان مغربي اللي بتقدم برنامج بتغني فيه وبترقص فيه وبتستعمل فيه استعراض ويعني وقائم على ستاف انت ممكن تكوني هذا الستاف اول شيء يعني بتحفظ جدا انه تقارن مع اي لا حدا انا ما عم قارن مع احترامي لكل الناس هي لها مجالها ولها خصوصيتها ذكرت نموذجا وهي ايه هي شغله الشغله الثانيه انا لما بقول انه الشغل مع التلفزيون العربي السوري متعب ما بيعني انه الشغل مع الام بي سي اقل تعب انا اشتغلت مع الام بي سي لمدى سنتين الحمد لله في متاعب هنيك بس من نوع اخر من نوع مختلف هلا انا هنيك ما كنت كثير فايته بالجو لانه كنت اطلع على لندن صور 10 ايام ورد انزل هي القصه كلها بس روح كله مبين قدامي يعني اطلب جهاز فيديو مثلا لاوضتي بالاوتيل لحتى اشوف الكليبات اللي بدي اعلق عليها وانا اكتب الربط فيحضر خدمات اكتب الربط اعطيهم اياه ثاني يوم اجي لاقيه على الاوتيو خلص على الرول موجود بقراه وبدقه هلا هيك تفصيلات متعبة كتير لمقدم برنامج طالع هلأ على الهواء أنا دقتها مثل ما أنت عم يصير فيك إنه يا شباب كاس المي يا شباب مدري شو يا شباب الضيفة بتستقبلوه مدري من وين يا شباب مدري شو بتستغرب الشغلات تبع تحت الهواء اللي أنا قلتها لحظة لا وأنا كنت أقول وفي شيء أكتر من هيك إذا بدك يعني أنا بتجربتي مع التلفزيون العربي السوري اللي جدا على فكرة كانت متعبة واللي بفتخر فيها لأنه قدرت اعمل معادله صعبه بين 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 نص البرنامج الاول والنص الثاني نص مسابقات وتماس مباشر مع الناس والنص الاخر استضافه 30 ممثل او مخرج او مهمين وقولهم موقعهم على خارطه الدراما السوريه اذا بدك نرجع اضافه بسيطه اللي بيشتغل مع التلفزيون العربي السوري وبيتخرج من مدرسته كانه طبيب وتخصص بالباكستان موسيقى
اخذتي مليونين و200 اخذتي مليونين و200 الف ليره على برنامج اكثر من هيك بكثير، بس انا ما بحب ابدا اقول اجري وما بسمح لحدا يقول قديش اخذتي، مثل ما بسمح لحالي اسالك قديش اخذ على هذا البرنامج، قديش بستحق على هالبرنامج، قد ما اخذت فانا استحق، قد ما اخذت قليل ولا كثير، طب قديش انا بستحق على هذا البرنامج؟ ما بعرف، مو اختصاصي قرر. لا من خلال خبرتك. بس انا كنت بدي اقول لازم ندفعك مصاري. لا ليه على الاسئله، والله انت بتستحق انا ما اكون محل الناس اللي عاملينه، انا بعطيك قديش بتقدمه انت شهر؟ لا هو سبعة ايام من العيد للعيد. مليون دولار. مليون دولار. ابرنا الباب. أبرنا الفار ونحكي عن المسرح، أعطيك المليون ومدفعك نصف. أبرنا الفار ونحكي عن المسرح المعتر، بس المسرح بعنوان محور عشقي الأول والدائم، بس بعد ما تكملي جملتك اللي قطعناك فيها اللي كنت عم تقولي لي عن التقديم. كنت عم أقول إنه مثلا لما كنت أستضيف ضيف لمدة تلت ساعة أو نص ساعة عن الحوار معه، أنا يعني تلفت أعصابي وأنا اطلب من الناس انه بترجاكم لا تحطوا اعلانات لعلكه ولا لمحارم ولا ولا ولا. الفاصل الوحيد اللي كنت اقبل فيه انه يطلع مع الضيف هو عمل من اعماله، وكان في تجاوب كبير معي من جهه الاخراج، من جهه الانتاج، من جهه بس والإدارة. كان يصير والاداره، بس يبدو انه الاداره منصاعه على المؤسسه العربيه للاعلان، يعني المشكله بالمؤسسه العربيه للاعلان. اعتقد ذلك انه هيك، يعني اعتقد ذلك انه هن بدهم كل دقيقه ونص تطلع دعايه لمدري شو. طيب هلا هذا برنامج مو مشكله التلفزيون. يعني عن جد انه هن جايين سبونسر. طيب انا هلا لازم دافع عن التلفزيون شوي، بدي هلا دافع عن المسرح. خلونا نروح لعشقي الاول والدائم، وبدي اخذ مشهد من اخر عمل من اسبوع كنت عم بتشوفه، وهذا عمل بدي هني فرقه إنانة علي عن جد، وبدي هني امل عرفي لبطولته. وليش اجلت؟ لانه دسم بالاخير بالحديث عن المسرح مع استاذ جهاد سعد، ناسك المسرح هيك بدي اسميه. وخليكم معنا لنشوف الضيفه الملكه خاتون، الملكه الضيفه خاتون بهذا المشهد القصير مع فرقه إنانة على الفضائيه السوريه وعلى القناه الاولى وعلى صوت الشباب ومن العيد للعيد. من اسبوع تقريبا كنت بهذا العمل، ومبروك من هنيك على يعني ما انك منقطعه على المسرح، بس اخذتي بهذا العمل بطوله عمل مسرحي فيه جهد لعدد كبير من الراقصين عم يتدربوا سنوات، وانت جيتي صار العمل امل عرفي في بطوله وفي دور ثاني بالعمل المسرحي مثل ما انت كنت موجوده بهذا العمل. لا ابدا، وخاصه بالمسرح ما في بطوله وما في عمل. والراقص طبعا الراقص يتساوى مع الممثل بهذا النوع. هيك الراقصين حاسين قبل كل انا متاكده، لان لك شغله تركيبتهم فرقه إنانة اول شيء فردا بوجه لهم تحياتي وبقول لهم كل عام وانتم بخير. فردا على راسهم مؤسس هذه الفرقه اللي هو الاستاذ جهاد مفرح، وايضا الى زوجته السيده ألبينا. لما بتفوت على هاي الفرقه وبتشوف الشغل بالكواليس كيف هذا الحب اللي ماله مفبرك، كيف صحيح كنت تساعدي الراقصات بانهم يلبسوا ثيابهم مثل ما هن يساعدوني لما غير؟ عن جد طبعا هيك طبعا الوقت، لانه الثانيه بالمسرح شفتوا النجوم فزيعة. شفتوا النجوم ألزة. شفت عن جد هيك النجوم، هيك هاي النجم. انا كان عندي
حلم كبير ولا زال بانه اشتغل مسرح غنائي، ولكن على مستوى انا بشوفه يمكن صعب يتحقق ببلادنا العربيه بالمطلق، مو بس بسوريا. لا احكي بهذا يمكن اكثر نافذه مناسبه لي اني انا احط ايدي بايدها فعلا واشتغل بهذا النوع، وخاصه عمائري. اللي هي اينان العمايري مساله مختلفه تماما. انا اتمنى اني اشتغل معه مسرح. ليش ما اشتغلتي طبعاً بعمل؟ لا ما اشتغلتي معك بفوضى، كان بفوضى مو اشتغلت، بس كانت كنت حامل بسلمى. بسلمى بفوضى، بس هلا في مشروع ان شاء الله بتمنى، بيسعدني كثير. ايه الجهه الوحيده اللي ممكن تشتغلي معها بهي التطبيق بايدها بمساله الهيئه الغناء او الاستعراض، او هي اينانا، خاصه انه اينانا همها الفني لا ينفصل عن همها الثقافي. صح. بصرف النظر هلا في ناس ارائهم متفاوته وكذا، هذا شيء اخر، بس انا من تجربتي مع اينانا نعم بحب اني كررها وبحب دائما اني اشتغل معهم. اصرارك على على المشروع المسرحي بزمن الفضائيات شو مرجعيته استاذ جهاد؟ عندي فكره، والانسان اللي عنده فكره ما بتصور ممكن تموت على الاطلاق، رغم كل الظروف الصعبه اللي بيمر فيها المسرح، ليس فقط بسوريا، بالعالم حاليا في ازمه مسرح، ودائما كان المسرح في ازمه، مثل ما الحياه في ازمه، ودائما في حلول. لذلك انا ما استغنيت عن المسرح، ودائما باكد على انه خطا اعلامي كبير ان يقال دائما الاسئله التقليديه المكرره في كل مره بيقابلوا فيها فنان بيشتغل بالمسرح او بالتلفزيون، او كما يصرح بان التلفزيون قضى على المسرح او سحب الممثل من المسرح. هي المدام امل عرفي كانت على المسرح قبل شوي، انا موجود على المسرح، في كثير تجارب. كل بحب وجه هذه الكلمه تحديدا للجيل الجديد، سواء خريجي المعهد او غير خريجي المعهد، المواهب اللي عم تشتغل بالتمثيل، انهم ما يتركوا المسرح. كل المسرحيات اللي عملتها من بدايه حياتي المسرحيه بكاليجولا لميديا لايواكس لخارج السرب لهجره انتيغون لكلاسيك لعوده لكاليجولا وكل المهرجانات، دائما كنت بالنهار كنا عم نصور، وبالليل عم نعمل ساعتين بروفات بدل ما نروح نقعد بالقهوه ونشرب اراجيل وندخن وكذا، نشتغل مسرح ساعتين. على سيره البروفات، عملتي بروفات مع سجاد شي مره؟ لا ولا مره. البروفات عندك استاذ جهاد، وانا بتشرف اني اقول انه حضرتك اول من وقفت معه على خشبه المسرح القومي، ولو كنت حامل مشعل يعني، بس بشكل عام ما انت حامل مشعل لهلا، هذا المشعل يعني رمز بعد المشعل لهلا، بس شعل الوضع كلياته ولا لازم لازم حلو النار، لازم نار باور. هلا البروفا عندك اهم من العرض. بالنسبه لي اول شيء انا عملت جريده حائط، كان عمري 11 سنه او 12 سنه بالمدرسه بالارض المقدسه الترسانت بحلب، كان اسمها المشعل. فشوف انت الرمز بقى اللي الله انت حملته. الله الله، بحملك مسؤوليه مدى الحياه. كل عمري انه حملتك المشعل لاول مره على المسرح. بس احكي لنا قصه اعطيتك فكرتي. لا لا لا، احكي لي قصه البروفا الاولمبي، يعني شالك الاولمبي. احكي لي قصه البروفا الديجيتال مدام هيك. اتفضل عود. بدي القصه مروش استاذ. شو بروفا ديجيتال؟ كنا لا هلا الواحد حلو يكون ذكي بس ما يتذاكى باللحظه. لا والله بس البروفا ديجيتال شو؟ هلا نرجع لل هي البروفا جنرال بس على الديجيتال، بس صارت اسمها ديجيتال على الجهاز يعني. ايه في احد الاشخاص. طيب هلا بس نسالك، بدك تضيع الموضوع؟ لا لا بالعكس، بدي ثبت الفكره تبعك بطريقه ثانيه. طيب انه البروفات هي الاهم. طبعا هلا كنا عم نحكي مع المدام امل انه الوركشوب، انا بعمل وركشوب للاسف ما تارشف صح خلال 20 سنه، اللي هو تدريب الممثل تحديدا بالمسرح. كل العروض اللي عملتها هي كانت تحصيل حاصل او تتويج للوركشوب، اللي ما زلت لحد الان في كل عرض بدرب وبتدرب فيه. يعني الممثل لا يمكن يقول انا تدربت او بعرف هي التدريبات، في بعض الممثلين يقول انا بعرف هي التدريبات. طيب ما انت مثل العود او الكمنجة، دائما بدك تدوزنها، بدك تلمعها، بدك تجليها، بدك تحضرها قبل الكونسرت. نفس الشيء الممثل على خشبة المسرح، المسرح تحديدا له تدريباته العليا طبعا. هلا كنا عم نحكي مع وبيلبس بيجامة وبيكون مع الممثلين. هلا كنت عم اقول للاستاذ جهاد انه انا جاي بالي اعمل وركشوب، يعني ورشة عمل يعني المرة يعني القادمة يعني بدها تكون بالوركشوب، يعني لانه الوركشوب لانه هي فيها حالة ريفريش تجلي، يعني إعادة إقلاع مسوي. دخلت بالوركشوب نفسه بتتذكر؟ إيه طبعا، بس إنه هذا كتير عملنا شوية حركتين. لا بدنا هلا بدي أقول لك بعد ما نسمع الشيء بيقولوا لي، بدي أقول لك على موضوع أدائك المسرحي، بس بعد ما أسمع قصة البروفا الديجيتال. ما بدك تسمعيها؟ طبعا البروفا الديجيتال، البروفا الديجيتال هي اسمها البروفا الجنرال.
ايه شو الوضع؟ ايه؟ وين السؤال؟ لا شو اللي فوت؟ قال لك نقول لهم القصه للمشاهدين. طب بصير هيك؟ انا بتعرف عندي ثقب في الذاكره احيانا ما بتذكر. اجى احد الاشخاص وقال له ما بتكون بالذاكره بتعرف ما بتكون تعملوا لنا بروبا ديجيتال؟ دفعنا الثمن غالي لحتى صار هذا الثقب بالذاكره لانك انت قررت تسقط من ذاكرتك اشياء كاتاستروف غير مهمه. اخي ما بده يقول، انا بدي انصاع لك، حسيت وثلاث اربع غمزات تحت الهواء. على كل الاحوال بدنا نحكي بنوع الاداء اللي بتاديه على خشبة المسرح، وبدي بدك تجاوبيني على الممثل على خشبة المسرح صح برؤية ومقترح أم هو منفذ لتعليمات المخرج، بعد ما نسمع شيء من الفريدم ونشوف كمان بعد الأغنية شيء من جهات سعد على خشبة المسرح متعلقا وعملاقا. خليكم معنا من العيد للعيد. خليكم معنا اللي عم تشوفونا واللي عم تسمعونا، خليكم معنا لنشوف جهاد سعد على خشبة المسرح يودي أدوارا مهمة. بدنا نرجع لنكمل شكل الأداء اللي بيأدي جهاد. حاول أدي كاليزون بقول لك كيف عمل كاليجولا. مشيته كثيرا ولكنني لم أستطع الوصول. كان من الصعب الوصول إليها. القمر هو واحد من الأشياء. أنت حلم حياتك تفوت بكاليجولا تعمل. حابب أعمل كاليجولا. خليكم معنا. أنا بدي أخرج لك إياها وأنت تعمل كاليجولا. بجيسون موافق. بجيسون وميديا. بجيسون وميديا. بنشوف جهاد سعد وبنرجع لنكمل من العيد للعيد. إني أحتاج لعقل آخر كي أتصور فقط ماذا فعلت ميديا بولدي. إن عقلا واحدا لا يكفي لتصور بعض الأمور. يا للحمة في رأسي، لو أن رأسي ينفصل عن جسدي لارتاح هذا القلب وهدأت روحي. لما فعلت ما فعلت؟ لأنني أردت الزواج من غيرها، ولكن لما كنت أريد أن أحل بها سوءا. أردت أن أحفظ لها كرامتها مدى الحياة وحولها الخدم والحشم. إذا كانت نار ميديا قد أحرقت القصر والقلعة، فإن النار التي تتلظى داخل عقلي كفيلة بأن تحرق كل ممالك العالم.
مين هالولد؟ مين هالولد اللي كان عم بيمثل؟ انا وقتها تنبأت له بمستقبل منيح على فكره. ولد ظريف. تأليفك المسرحيه هي مسرحيه حكايه جيسون وميديا. حكايه جيسون وميديا تأليفي، عرضت سنه 1988 في مسرح الحمراء، وشاركت في اخر مهرجان مسرحي بهذيك الايام. بحب بهذه المناسبه اعمل مداخله بسيطه. حزت بنفسي دائما كثير من ممثلينا النجوم في التلفزيون بيقولوا ما في مسرح ومات المسرح. انا بدعيهم ليجوا من جديد، يوقفوا على الخشبه. يلي بيقول انه ما في مسرح بيكون هو منو ابن مسرح. المسرح موجود كلياتنا. انا السنه الماضيه عرضنا في دمشق 12 عرض، عرضنا في مهرجان المسرح في القاهره تجريبي بحكايه جيسون وميديا، عفوا هجرة أنتيغون، عرضنا بإسبانيا بمهرجان ثقافات البحر الأبيض المتوسط في برشلونة، عرضنا في مهرجان تونس في قرطاج، عرضنا في الباكستان مرتين في لاهور بسنة واحدة، وعملت مسلسل جبران خليل جبران، غزلان في غابة الذئاب، وفسحة سماوية، وثلاث أفلام للتلفزيون خلال عام واحد. وبين قوسين بقول أن الإعلام السوري، في ناس ما سمعوا، الإعلام السوري دائما احيانا بيكون مقصر، اسمح لي، بتغطيه حسيتك بدك تقطع. لا والله بدي. طيب اوكي. فبيكون حركه الفيزيك تبعي هي اللي بتستفز. فبتكون دائما بتغطيه اخبار الفنانين كما يجب وليس كما هو. كثير من المسرح، مثلا انا بدي احكي عن تجربه عبد المنعم عميري يلي حقق جوائز عالميه وجوائز عربية في الآونة الأخيرة، وكانت كأنه مرت مرور الكرام. ليش؟ هذا واحد من أبناء جيل. لماذا لا يكرس أبناء الجيل بطريقة أنه نحن بكرة بدنا نسلم الراية؟ هل إذا متت أنا مات المسرح السوري كما مات البعض، وظلت فئة معينة من المثقفين أو المتمسرحين بسوريا أنه مات فلان مات المسرح السوري؟ إذا أنا بموت بموت المسرح. فلذلك هلأ حاليا أدعو، أنا أخذت حقي من الإعلام، ما عندي مشكلة الى حد ما. بس الاعلام بيقول عنك انه انت مثلا ممثليك بيشبهوك بالاداء، وانت بكل مسرحياتك بس تكون بادوار يعني مثل ما قلت لك كاليجولا مشيته حتى بخارج السرب اللي هي نوع اخر كمان كنت عم تأدي نفس شكل الاداء. يعني انت شفت هذا الشيء ولا حدا قال لك؟ حدا فهمك هذا الشيء؟ لا حدا فهمني، انا عم قريته وقلت لك يا كنمام. طيب ماشي. هذا موضوع طويل بده عندك 3 ساعات نحكي فيه. لا معي اقل مشان هيك بنكون اكثر رشاقه. وبدي خلينا نقول نركز على بدي اقول يا على سينما. شغله مهمه، الاهتمام بالمسرحيين الشباب. في عندك كثير بالتلفزيون، عندك نضال سيجري مثلا. ما بقدر اذكر كل الاسماء يعني. صح. اللي عندهم تجارب مسرحيه وتجارب تلفزيونيه ما زالوا عم يعطوا. لا بقى حدا يقول ما في مسرح، بس انا بحمل كمان المؤسسه اللي هي وزاره الثقافه ومديريه المسارح والموسيقى ايضا، حتى ما انتقل على المشاهد بالعيد، بنحملهم مسؤوليه ايضا تنشيط المسرح. واين هو السبونسر يلي بيضل بيقول انه نحن الابواب مفتوحه وما في ولا سبونسر طرق باب المسرح؟ هل يعقل انه المسرحي يروح لحتى يقول له سبونسر، اعطيه سبونسر للمسرحيين الى اخره؟ معقول هلا ما بتاعتك السينما المصريه تكوني موجوده فيها وعم بيروح كثير عالم على مصر ولحتى يمثلوا، انت عندك كل هي الطاقه؟ مين قال لك ما دعوني؟ اي وليه ما رحتي؟ يعني دعوه صارت لاكثر من فيلم سينما قبل ما تصير هي الظاهره، اذا صح التعبير، انه ممثلين الذهاب الى مصر. يعني سنة 1999 2000 2001 2002 أتلقى عروض سينمائية وأعتذر. طب المقاييس اللي عم بيروح فيها نجومنا السوريين إلى مصر عندك تعليق عليها؟ باعتبارك كنت عضو لجنة التحكيم بمهرجان. بالعكس أنا مبسوط كثير لما تجربة الأستاذ جمال سليمان وكل الأساتذة اللي راحوا كل الفنانين السوريين. أنا سعيد لسبب بسيط. نحن دائما بنقول هيك منشيط عريض إنه نحن دائما كنا نحلم بعمل عربي مشترك أو بأعمال عربية مشتركة. لما ابتدوا النجوم السوريين اللي هن أوريدي كانوا نجوم، يعني ما صنعوا نفسهم في مكان آخر، راحوا. هذا الشيء جميل. وكان في أعمال مصرية كتير تجي لهون بالسبعينات، وكان في قبلها جورج أبيض ويعقوب صنو ومرون، يعني كان في أبو خليل أباني راح اشتغل بمصر. يعني أنا ما بشوف في حدود بين الوطن العربي. وعندما قيل بأن الدراما المصرية بدأت تسحب البساط من تحت الدراما السورية، مو صح، لأنه جمال سليمان موجود، نحن موجودين بأي وقت ممكن. طب ليش بتجعل السينما المصريه بس يروحوا نجومنا السوريين لهنيك مصريين نموذج الرغده؟ بس لحظه لقلك شغلي، انا بس بدي اوضح شغلي، يتكلموا مصري صغيره مشان ما حدا يفهمني غلط. لما قلت اعتذرت عن افلام سينمائيه مصريه ولا مؤخرا عن مسلسل بمصر، مو لانه مصر، انا وين ما كانت العمل الفني القيمه الفنيه موجوده طبعا. انا بالتاكيد حكون موجوده هنيك، ان كان ببلدي ولا ان كان ببلد اخر ولا ان كان بهوليوود اذا بدك.
طبعا بشان انه بصيروا مصريين النجوم اللي بيروحوا بس يشتغلوا بالسينما يحكوا مصري. طيب شو بدهم يحكوا؟ لا بصيروا مصري بصيروا. انا مره عم نقول له لاحد يعني في احد الاشخاص بمصر عم نقول له مثلا عندنا مطربين مشهورين. قال ما عندكم مطربين مشهورين؟ لا عندنا مثلا اصاله. الاصاله بتاعتنا هيك ايه طبعا لهالدرجه ايه ومزبوط يقولوا بتاعتنا مزبوط ايه طبعا حقهم. حق عمين؟ لا حقهم يقولوا بتاعتنا طبعا. حقهم يقولوا فريد الاطرش بتاعنا. حقهم يقولوا اسمهان بتاعتنا طبعا 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 لانه طبعًا. هن اللي عملوها اصلا. صنعتها مصر. شو الفرق؟ بتقلي عنهم صنعت نجوم. انت بتقلي عنهم انا صنعتني سوريا. انا ميد ان سوريا. عندنا محاور كثير يخليكم معنا بس بشكل سريع. اسرع اسرع مشان ما بعرف لانه بتعرف باور باور كذا وبواشر مصرية. خلي الورقة انا رايح على البيت. خلصنا بقول لك اياهم. لا لانه ببساطة بدي احكي عن الكاركتر بس ما بدي يعني ما بدي اتجاوز السينما بهذا الشكل السريع. يعني يعني بين التلفزيون والسينما لو باستطاعتك تنتج او باستطاعتك تنتج بين التلفزيون والسينما بتنتجي شو؟ بنتج سينما. طب بين المسرح والسينما استاذ جهاد؟ بنتج الاثنين وما بقرب على التلفزيون الا بحالات كثير خاصه. انا من الاشخاص لو كان في سينما بسوريا وللاسف نحن كجيل انحرمنا منها ما عدا نفس الافلام لنفس الممثلين لنفس المخرجين. وفي جيل بالكامل انه ما في صناعه سينما فانحرمنا من السينما. وكل سينما تبعنا كانت معظمها تقدميه وطنيه بعيده عن الحياه الحقيقيه فما قدرنا نمثل فيها. تخرج لك تجاربك الاولى بالسينما اللي كانت في لها قرب من التجاريه او شيء؟ ما عملت انا ولا تجربه تجاريه. عملت انا فيلم واحد يتيم حقيقي وفيما بعد الشمس في يوم غائم. هذا انا بفتخر فيه بس يعني تصور انا من وقت لهلا كان ممكن اعمل 30 40 50 حبيبي يا حب التوت. حبيبي يا حب التوت كنت جديد جاي متخرج من مصر. كانت تجربه صغيره بالنسبه لي بس كبيره. لا ليه لا اخجل. اوكي الكاركتر هو المحور الاخير. لا والله مو الاخير لسه في كثير بس ان شاء الله الوقت يساعدنا انه نكفي كده المحاور بهاي السرعه. خليكم بس اخر شيء رح نشوفه هلا كاركترات مجمعه بس للمدام امل وبنرجع لنكفي وفي شيء خاص بالكاركتر ونحكي مع شهاد سعد من العيد للعيد. اسمي اسعد دنيا اسعد سعيد من ضيعه بين القصرين وعمري 24 سنة وعم بشتغل عند السدارين ومبسوطة كتير وكتر خير الله. لا حبيبتي أنا ما بقدر أتعالق أنا وعمي أبو عدنان كرمال أمطي الخرفانة تبعك أمطي. بدك تروحي معي شرفي بدك تروحي على الجوامع روحي لحالك. كتير منيح إنه يكون البيت إني فرشاية أسنان عم بقلي لي. لا وحمرة لا بقلي لون أواعية لون بشكير والحمرة كمان. انك تشتغل كاركتر اسهل من انك تشتغل شخصيه. ما في شيء اسهل من شيء وما في شيء اصعب من شيء. وهي العبارات انا يعني انه مثلا شخصيه تحتاج الى بحث طويل وشخصيه لا تحتاج الى بحث طويل وكذا. ما في شخصيه ما بدها تعب ان كانت معاصره عايشه بيناتنا وان كانت من التاريخ وان كانت من المستقبل ولا من الخيال العلمي. ما في شخصيه ما بدها تفكير. ما في شخصيه ما ممكن تقلقك وتعمل لك قلق حتى لو كانت بتشبهك كثير بالحياه. بس بين قوسين ما بعرف اذا الاستاذ جهاد بيتفق معي علميا اذا بدنا نحكي الكاركتر فعلا صعب. بمعنى اصعب من الشخص بمعنى انه انت بدك تكون بلاوعيك دائما كممثل انت وعم تشتغل الكاركتر تكون قادر تحافظ على نفس الليفل بالصوت نفس الليفل بالحركه نفس الليفل بالمشي اذا بدك. ولكن كل هدول بظروف مختلفه. ليش ما بقى الكاركتر بيحبس صاحبه مثل ما كان يعمل مع ابو عنتر؟ لانه صار في تنوع يعني الشخصيات مثل ابو عنتر وياسين ويعني المشكورين الفنانين الكبار اللي عملوها ولزقت فيهم. بس هلا صار في تنوع. يعني مثلا هلا شفنا امل عرفي بهذا الكاركتر بنشوفها بكاركتر ثاني على الاخص انه الممثل ما لازم يحصر نفسه بكاركتر بس واحد. انا بدي اعلق على شغله. تفضلي. ما بعرف اذا الاستاذ جهاد تفضل يوافقني الراي. وانا اوافقك الراي بس مشان السنسه اللي عم يضرب على الميكروفون بعد انا اول مره بعمري بحطه اصلا مش بتضرب المهم على اساس عيد يعني مبروك مبروك حلو كثير لابق على الطاقه مع كل الاحوال ما في مشكله. بدي اقوله انه مفهوم الكاركتر صار شوي ممجوج باخر فتره. طبعا صار في استسهال انه انا بحط بيروك فانا بكون عامله كاركتر يا جماعه بحط عدسات فانا بكون عامله كاركتر بعمل قرطه باللسان فبكون عامله. انا لا اقصد احد بالمطلق على فكره انا بس انت اسستي لهذا الفن بعيله خمس نجوم
صار في جيل بيشتغل مثل حكايتك أوكي. بيعمل نفس الشعرات وبيعمل نفس الهاي ويمكن دراجة موضة البشاعة بعد عشتار أيوه. ويمكن بكسر الخواطر دراجة شيء تاني وكذا هي قوة الكاركتر أنا يسعدني أن يكون مرجعية للجيل الجديد اللي طالع بيشرفني وبيسعدني بس أنا بتطلع بقول أنه في بعض منهم بيستاهلوا شوية تعب على موهبتهم لأنه عندهم شيء لسه إذا دوروا عليه أهم مما أنهم ياخذوا قوالب جاهزة عملتها بيوم من الايام. ليش ما عم تعلق كاركتراتك اللي بتعملها بالذاكره ولا ما بتعمل كاركتر استاذ؟ بلا عملت كاركترات بس هلا ما بتذكرها. بتذكر كاركتر الصحفي اللي بانه كذا وبيكون بالمسلسل البارعون. البارعون بدنا نشوف شيء منه؟ لا ما راح نشوف شيء منه. كيف بدنا نحكي عنه؟ ما راح نشوف، هذا ما كان كاركتر، كان شخصيه بطريقه معينه بتصور الكاركتر بمجال اخر. بتصور انا عملت يعني كاركتر كثير كثير اللي هذا بيلبق لها تكون كاركتر يعني ما بتنعمل في شيء يعني اللي عم بتقولوا مدام امل انه الكاركتر ممكن اي واحد يجي يعمل كاركتر بس لما بيكون هو عامله من الداخل بطريقه توصيل الكاركتر بتكون لانها تمثيل هي بالاخير كاركتر يعني شخصيه طبعا كاركتر هي الشخصية طبعا بس هي درجه العاده هي عندنا نحن بنقول كاركتر على كل الاحوال بدنا نصلح لك الميكروفون لانه في عندنا مشكله بدنا نتابع مع الاستاذ جياد انه الكاركتر هي شخصيه لكن عن جد كنت عم تقرا لنا قراءه انت الكلمات تبعون الغنيه ما هي إيه؟ شو الكلمات تعونا نقراهم تعو بس خلينا نقراهم قراءه استاذ جياد ليه لحتى لبين ما يصلح الميكروفون لبين ما يصلح الميكروفون بس مرحبا تصلى عن جد لا بس في شغله هو بالانجليزي قوي الاستاذ جهاد فمشان هيك لا يعني والله عن جد شو يعني فانه بالانجليزي هي هي انه شو الكلمات اي هاف لا ما كنت عم بقرا انا عم اقول انه هذه الاغاني هي جيلنا جيل السبعينات ايه سترينجرز ان ذا واي انت ما بدك تعلم شو قصه الميكروفون انا ما راح اغني ايه لا شو بس كنا عم نقول شغله انه الاغاني الجميله شو كلماتها بتقول سترينجر اكسشينجينج جلانسز ايه هيدي ايه شعر سترينجرز ان ذا نايت اكسشينجينج جلانسز ووندرينج ان ذا نايت وات وير ذا تشانسز We'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was no inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. I love you. بمصر هي كل عام انت بخير لمريم ونوران ويوسف وام يوسف وكل اهلنا الاحبه هلا بتكون عم تضحك علي دائما بتقول لي بابا لا تحكي انجليزي انت بتحكي انجليزي بالايطالي انا شايفك انا واحد بالاصل ما هيك مريم هي بالايطالي يا كمان برافو استاذ جهاد برافو عن جد برافو شكرا كثير لك يعني هاي هي الانجاز يعني انه معك صوت حلو وجميل وبنفس الوقت خليت الممثل يغني شو بدها تهدي لها لبنتك لحظه اشوف هغني لكم اول ساوي لها شكرا هقول اول اغنيه حفظتها بعمري كل عمري توثيقا وبتذكر كيف حفظتني اياها امي الله يرحمها كيف لا ما بقول لك كيف بس بدي شوفك كل يوم يا حبيبي لا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي بدي شوفك كل يوم يا حبيبي لا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي خليك بعيني عبكرة وعشي خليك برافو والله العظيم حرام التركي للميكروفون شكرا
عن جد حرام التفكير. دي معك البيت مدام. مهديك اياه مهديك اياه. ما تتخيل قديش في عالم جايين مشان حابين يسمعوا صوتك بيكونوا هلا بالبيت، انه معقول امل عرفي ما تغني ما تعمل شيء؟ اكيد بدي اسمع، يعني بدك تسمع تسمعينا شيء وتحكي لنا انت كيف تتعاطي هيك مع الشأن العام باعتبار حكينا كفناني محبوبي وبالطريق، كيف بتتعاملي مع العالم وكيف بيتعاملوا العالم معك كامل؟ هلا انا بدي اقول لانه أنا عفوا اسف هذا ربط بالكاركتر، لانه بس واحد يعمل كاركتر بصراحه كثير بياثر هذا على بالطريق، بصير العالم يتعاملوا معك كطرفه، بصير العمل يتعاملوا معك كذا اسمه لانه يبدو مكركبوا. بتحبي هاتي منبيعه؟ هذا حقه كثير غالي. حقه كثير غالي طبعا لانه منعبد. شفت قد بتحبك يا عم طبعا قلي لي شو كنت بدي شو السؤال هلا بدي اقول بس حادثه صغيره صارت معي لحتى اوصل كيف انا بتعامل مع الناس وكيف الناس بتعامل معي. انا بتذكر انه سنه 86 شهرت اغنيه صباح الخير يا وطنا ياك. انا كنت هيك صغير طلع عليك يا الله شو حلوه. شو كنت ما كنت صغيره؟ انا من عمري انا كنت صغيره. طيب فاللي كنت بدي اقوله انه بعد ما طلعت على التلفزيون اكثر من الركزه كنت ماشيه بالشارع انا وهي ف حقيقه كان رايح عن ذهني نهائيا انه الناس شايفيني على التلفزيون او بلشوا يحفظوا شكلي او هي. ففي وحده قالت لبنتها بتذكر نكشتها هيك قالت لها ولكيلي بتغني هيلي بتغني. انا ركبي وقعوا على الارض انه عملت هيك طلعت بهي اللحظه انا ادركت انه انا ما عاد اقدر امشي بالشارع بعمر 16 سنه انا ما بخبي عمري انا تولدت 70 انه ما عاد اقدر امشي براحتي. بس بعدها وعلى التراكم وعلى هي اجت مرحله ثانيه هي العلاقه انه الناس كيف بتحكي معي بطريقه طبعا مع اي حدا بتحبه بطريقه فيها مونه وفيها وحده حال انه اهلين امول واهلين كذا واهلين كذا. كنت اجفل شوي انه ليه عم ينحكى معي هيك. هلا لاحقا الناس مستحيل تقرب تسلم عليك الا اذا كانت فعلا بتحبك ومستحيل تتعامل معك بهي الـ 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 الالفه الا اذا كانت فعلا بتعتبرك واحد من عائلتهم. فانا صرت مثل ما هن بيعرفوني منيح اعتبر سلف انه انا كمان بعرفهم انه هن شايفيني فهن بس يطلعوا فيني انه خلص كمان انا كانه انه انا كمان بعرفكم يعني مو بس هيك. بس بما يخص الشان العام اكثر هموم والقصص وكذا في سؤال الاستاذ جهاد بتمنى انه جاوبني عليه بصراحه المنصب تفضل فيني احكي شو تفضلي انا اسف بحكي كثير بين قوسين اهتمامي بالشان العام حقيقه انا عندي نافذه كثير عم بستمتع فيها وعم بخلق تواصل مع الناس بطريقه مختلفه اللي على انهم يصيروا قراء للصفحه الاخيره بجريدة بلدنا من كل نهار تنين. بكره عندي ماده كمان حلوين ما بعرف اذا حلوين ولا لا بس بحب انه هذا التواصل خلق بيني وبين كثير ناس مو بس بسوريا حتى برا. هذا هو الشأن العام تحسي انه انت متواصله لا وشغلي كمان شأن عام حلو. فني شأن عام المنصب ولا الشهره ولا المال بخلوك اكثر قربا من الشأن العام استاذ جهاد؟ لا المنصب لا الشهرة ولا المال لك اللي بخليني أكثر قربا من الشأن العام إحساسي أنه أنا قيامي بواجبي تجاه المجتمع وإحساسي بأنه المجتمع عم يتفاعل مع الشيء اللي أنا بقدمه كممثل كأدوار أو كمخرج اللي بيقربني من حبي لبلدي. الحب أنا بحب بلدي كثير بحب سوريا تحديدا كثير لانه هي بلد خاصه كثير مو لانه نحن من حبي لبلدي وقد ما بيقدر الفنان يخدم بلده بروح عاليه ونقيه بيكون قريب من الناس وبيكون الناس بحبه. سؤالي بالخصوصي جدا عن الحب وانت سالتيني انه في عندك خصوصي جدا فانا قلت لك لا لكن بدي اعرفه لانه مشان هيك هذا كمان من الاسرار تحت الهوى. بس يعني على كيفك انه بتحبي نحكي بالخصوصي ولا على كيفك على كيفك على كيفي على كيفي هاي الميكروفون تزعل ترضى على كيفك على كيفك على كيفك تزعل ترضى على كيفك قلبي نازل عندك ضيف قلبي نازل عندك ضيف حبيبي تصدق I like.
برافو 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 عن جد من قلبي من جوا. انا كثير سعيد لانه سمعت هاي الاغنيه. شكرا. واللي كثير مهم تخليني اسال عن الخصوصي جدا، واللي بيقول انه في حب عابر شيء. بعمره الحب ما كان عابر صح؟ لا الحب ما له عابر سبيل ابدا. حبيتي كثير. شو دخلك فيني؟ بس هذا الجواب؟ طبعا. هاي خصوصي جدا، اكثر من هيك شو باعتبار حبيبي توصل بضيفك، الضيف عابر على القلب. ما مهم البني ادم قديش حب وقديش نحب وقديش كذا، بقدر ما مهم انه هو وين رسى ومع مين. استاذ جهاد، الحب جدير انه واحد يضحي بكل شيء وباغلى شيء مشانه. بيكون ناقص. لانه الحب المسرح نقص. الحب لا عم بحكي عن الحب، الحب الى انثى، الحب المسرح الفن، هدول الناس بيقول انا ضحيت بحياتي لاجل المسرح، ضحيت بحياتي لاجل الحب، ضحيت بحياتي لاجل الفن. ما في ضحيت، ما انت كسبت شيء، ما في شيء ضحيت لاجل الحب. يعني شو معناتها انت قضيت على حبك؟ يعني لما انت بتضحي باشياء في سبيل حبك انت قضيت على حبك. الحب والحياه مواكبين لبعض. صحيح. بدي صيغ السؤال بشكل ثاني بالخصوص جدا، بس بدقه اكثر. بدقه اكثر، ممكن تتنازل عن شيء مقابل حب؟ شو الشيء؟ حسب يعني انتمائك. انتمائي الحب اكبر انتماء. انت منتمي للحب اساسا من الطفوله لحتى للموت. الانسان اللي ما بيحب او ما بيعيش الحب الكامل، الحب الكلي، المحبه، بيفقد معنى الحياه يعني. فبالتالي ما في شيء، انت انا بشوف كل شيء من منظار الحب، ما في شيء. هي وجهة نظر كلية. ما فيني أنا أحب حدا وبأكره حدا. اللي بيحب ما بيكره، فشو أنا ممكن أتنازل لأجله أو شيء لأجل ما يعني. مثلا 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 على فكرتك أنت في ملك أحد بتصور بفنلندا أو بريطانيا تنازل عن العرش؟ لا بريطانيا لا. أحد دولات لأجل أنه هو كان بيحب حبيبته وترك هذا صح، ترك العرش لأجل حبيبته. بحالته إيه، بس أنا ما راح أوصل لأنه أتنازل عن عرش مملكة لأني ماني ملك. طب بيخلص الحب؟ لحتى ما يخلص بده يكون مرافق له دائما الاعجاب. تفاهم. انا ما بكفي انه بس كون بحبك، انا بدي اكون معجبه فيك، بدك تخليني دائما اكون معجبه فيك. وبيكون الحب عابر اذا كان، او مثل ما قلتي ما في حب عابر. لا. طب اللي بالاخير بيتزوج يعني بيمضى عليه زمان وكذا، هذا بيكون خلص ولا شو بيكون؟ ممكن يكون خالصة مدته واثنين متفقين انه هن يكملوا. يعني ليس بالضرورة اذا بدك الزواج الناجح او الحب الطويل، خلينا نحكي عن زواج، الزواج الناجح انه هو اللي بيستمر فترة طويلة، ما بالضرورة. وما بالضرورة انه الحب الزواج الفاشل انه يكون هو كمان حب فاشل. يعني ممكن يكون انجح انواع الزواج، بس صعب الواحد يحكي هيك يعني. أخطر موضوع ممكن تطرحه الإنسانية على الإطلاق، فلذلك أنا بتصوري هلا دخلنا بالوقت الباقي كتير صعب نحن. يعني حطيت وقت هالقد لخصوصي جدا. بدك هلا أنتوا قلتوا بدي أعمل برنامج اسمه خصوصي جدا، بس خليني أسألكم سؤال بالوقت الباقي قبل ما نسمع غنية ونقول باي باي للي عم يشوفونا وتعيدون أكيد. سؤالي بدهن صح أو غلط، معلش. أوكي. إنه بيقول النمامون إنك بتتشبهي بسعاد حسني، صح ولا غلط؟ لا صح ولا غلط، لأني أنا كثير بقدر سعاد حسني وكثير بحترم تجربتها، بس أنا لم أتشبه بأحد، لا سعاد حسني ولا أي رمز من هذه الرموز على الإطلاق. يعني لا ما بتتشبهي، بتقول عن نفسك. بس بيشبهوني فيها، هي مشكلتهم يصطفلوا. بتقول عن نفسك أستاذ جهاد سؤالي الأخير إنك مجنون. أنا مجنون وأراغون مجنون ومحمد الباغوت مجنون، مين بدك ألبير كاميو كل مجنون، جنة بفكرة يعني صاحب فكرة. أنا مجنون بالمسرح، مجنون فيك، مجنون بحبك. الله الله. شكرا كثير لك، شكرا كثير لك. اللي عم يشوفونا خلص الوقت، بدي أقول بكرة معنا يارا صبري وسعد مينا، بعد بكرة بالكريسماس كمان معنا سلافة معمار ونضال نجم. وبدي أقول أنه لتقولوا كل عام وانتم بخير لمشاهدينكم لضيوفكم لأسركم. معكم الوقت قبل ما نسمع شيء ونختم من الفريدم. لا والله تفضل. شكرا. بدي أقول أكيد كل عام وانتم بخير جميعا، الفرقة وإلك ولكل الشباب اللي عم يشتغلوا الله يعطيكم العافية، ولا الكنترول. بدي أقول كل عام وكل الناس اللي عم يشوفونا بألف خير أكيد. بدي عايد على عيلتي، بدي عايد على بابا وقل له الله يقويك والله يخلينا ياك يا رب. بدي عايد على أخواتي، بدي عايد على أهل زوجي جميعا، وبدي عايد على عبد، وبدي عايد على سلمة عمري وحياتي وكل شيء عايشة مشان
سجاد. كل عام انتم بخير جميعا، كل المشاهدين بكل انحاء العالم. بعيد على السيده خيريه الجبرتي اللي هي جده الاولاد، وعلى ميسا وجيهان بمصر اللي عم يشوفوا البرنامج، خالات الاولاد اللي لهم فضل كثير بتربيتهم، وعلى الاولاد مريم ونوران ويوسف وام يوسف ام الاولاد، وبعيد على امي وعلى كل عائلتي وكل ناسنا بمناسبه عيد الاضحى المبارك وعيد الميلاد المجيد ورأس السنه الجديده. كل عام انتم جميعا بالف خير، وكل الجمهور العربي بالف الف خير. يلي عم بيشوفونا يا ريت يا ريت نكون موجودين هيك مع امل بالختام، عم نسمع الاغنيه هيك مشتركه، ما بعرف اذا حفظتها، بس الفريدم هي بتغني لنا، ونقول لكم بكره لا تنسوه. يارا صبري وسعد مينا من العيد للعيد، شكرا لوجودكم معنا، شكرا لكم. شكرا. شجرة صغيرة